التجربة اللي قدمتها أم البنين من التجارب النادرة في تاريخ العرب والمسلمين. ما يتسع الوقت لاستعراض كل شيء، بس إشارات. واحد من الأمور أن امرأة تأتي إلى بيت وتعيش مع أبناء امرأة أخرى كانت هي الزوجة الأخرى لرجل. في المجتمعات العادية شي يصير عادة، هاي تتآمر عليهم وهم يتآمرون عليها، وباكر لا سمح الله إذا صار ميراث تعالوا شوف المشاكل. زين، هنا الدين يجي يقدم نموذج. هذا النموذج مو بس نموذج انسجام، لا، نموذج تضحية. أن امرأة تقدم 4 أبنائها هي كل ثروتها في الحياة شهداء من أجل أخيهم اللي هو من أم ثانية حسب تعبير العرب ضرة. هذه وإن كانت لفظة غير مستحسنة، لكن أن تجي امرأة 4 أبنائها وتقدمهم هكذا دفعة واحدة من أجل ابن امرأة أخرى هي زوجة زوجها، هذا مو شيء عادي. يعني لو أردنا أن نفتش في تاريخ العرب والمسلمين قد لا نجد مثل هذا النموذج. فمثل هذا مو شيء قليل، المرأة تضحي بنفسها وتحمي ابنها، المرأة تضحي بنفسها وتحمي ابنها. فإذا قدمت ابنها هذه شقد لازم تكون متميزة أخلاقيا، وإذا قدمت 4 مو 1، وفي سبيل من؟ في سبيل ابن زوجة زوجها، ولو هو بالفعل إمام معصوم مفترض الطاعة، ولكن بحسب المقاييس العادية العاطفية هو هكذا. فقدمت هذه السيدة الجليلة هذا المعنى، تجربة من التجارب للناس. يعني ممكن امرأة غير معصومة، امرأة عادية، ترتقي إلى هذا المرتقى العظيم.